صباح الخير استاذ. يعني منذ ما حصل بالأمس المحللون السياسيون والصحفيون يتحدثون عن تغير لقواعد الاشتباك اليوم في سوريا، لكن بعد إسقاط الطائرة سدى رندا قامت إسرائيل بقصف 12 هدفا تقول أنها الأقوى منذ حرب 82، فكيف لنا أن نفهم أن قواعد الاشتباك هذه المرة قد تغيرت؟ بالفعل ما حدث بالأمس كان خطوة مهمة جدا على في مسار من التصعيد بدأته إسرائيل منذ بدأ أن الحرب السورية تكاد أو توشك على الانتهاء، وأن إيران بدأت بتمركزها العسكري داخل سوريا. منذ تلك اللحظة بدأت إسرائيل بالتصعيد ضد ذلك، وبدأت بالمطالبة بكبح إيران وكبح نفوذ إيران العسكري في المنطقة، وبصورة خاصة بدأت بحملة على لبنان بأن إيران تحاول بناء مصانع. ما حدث بالأمس هو تتويج لهذا المسار، ونوع من أنه نحن أمام مرحلة استراتيجية جديدة في هذا الصراع الضمني الذي كان يدور بين إيران وبين إسرائيل. هذه المرة تعتبر إسرائيل أن هذه هي أول مواجهة علنية جبهوية بينها وبين إيران. بالطبع كما قلتي أنه هناك روايتان، رواية الإسرائيلية التي تقول بأن ما حدث جاء ردا على طائرة استطلاع إيرانية تسللت إلى حدود إسرائيل وبالتالي أسقطتها طوافة عسكرية إسرائيلية، فرد الإسرائيليون عليها بشن هجوم على مركز اللي انطلقت منه هذه الطائرة، وحينها حدث إطلاق مضادات أرضية سورية أدت إلى إسقاط طائرة F-16. نعم. يعني أستاذة رندا، إسرائيل ومنذ بداية الحرب في سوريا قامت بعشرات الغارات على أهداف كثيرة لإيران ولسوريا وحتى لحزب الله داخل سوريا. ما الذي يعني هذا يدفعنا منطقيا للاعتقاد بأنه ما جرى بالأمس كان قرارا؟ البعض يقول كان قرارا سوريا، البعض يعتبر بأنه من الطبيعي أنه كان قرارا إيرانيا بإسقاط هذه الطائرة، والبعض أيضا يذهب أبعد من ذلك ليقول أنه كان قرارا روسيا. يعني قبل أن ندخل إلى الاحتمال الروسي، دعينا نبقى يعني في الاحتمال السوري الإيراني. لماذا اختارت هذا التوقيت اليوم هذه الضربة لإسقاط هذه الطائرة الإسرائيلية في هذا التوقيت؟ بالطبع العمليات القصف الإسرائيلية على أهداف داخل سوريا تواترت كثيرا في الآونة الأخيرة، وكان يريد الإيرانيون والسوريون أن يرسلوا برسالة حادة بأن هذه الضربات لن تمر من دون رد. وما حدث بالأمس هو وضع نوع من خط أحمر بأنه من الآن فصاعدا لا تستطيع إسرائيل، لا تملك إسرائيل حرية أو هامش للعمل العسكري داخل الأراضي السورية، وأنها من الآن وصاعدا سوف تجابى بضربات وبردود فعل، وهذا ما حدث بالأمس. وبالطبع هذا في ضمن إطار قواعد لعبة متشابكة جدا. نعم، البعض كما قلت لك يذهب بالتحليل أبعد من ذلك، يقول بأنه نحن كلنا نعلم اليوم تجذر النفوذ الروسي في سوريا، وأنه لا قرار كذلك كهذا القرار يؤخذ دون ضوء أخضر روسي. برأيك هل فعلا أعطت روسيا ضوءا أخضرا لإسقاط هذه الطائرة؟ وإذا كان الأمر كذلك لماذا قامت روسيا بذلك؟ وما هي الرسالة التي تود إيصالها ولمن؟ لا ننسى أن ما حدث سبق زيارة نتنياهو إلى موسكو ولقاء نتنياهو مع بوتين، وقيل في الإعلام الإسرائيلي بأن نتنياهو حصل على ضوء أخضر من موسكو لاستمرار الضربات الإسرائيلية ضد أهداف داخل سوريا. ما حدث بالأمس بالطبع هو رسالة للإسرائيليين بأن روسيا لن تسمح، يعني لم تعد تقبل بهذا الهامش الواسع من المناورة للإسرائيليين، وأن هناك قواعد جديدة. هل أخذ السوريون ضوءا أخضرا من موسكو أم أن موسكو غضت النظر عن هذه الخطوة؟ المفيد أو المهم الإشارة إليه أن الإسرائيليين سارعوا إلى القول بأن الصواريخ التي أطلقت هي صواريخ سورية، وأنها أطلقت بيد جنود سوريين، أي أنها حيدت بمعنى ما وجود تدخل عسكري روسي في على العموم. عند الكشف عن نوع الصاروخ الذي أسقط الطائرة أيضا سنفهم الكثير من يعني ما وراء من أخذ قرار إسقاط هذه الطائرة. ولكن يعني إذا كانت فعلا روسيا تود إعطاء رسالة لإسرائيل، فهي أيضا من خلفها ربما أيضا تريد إعطاء رسالة للولايات المتحدة، فهي منزعجة اليوم من وجودها في سوريا، منزعجة من تمريرها بعض الصواريخ ما تقول لأيدي المعارضة
السورية منزعجة من قصفها الحشد الشعبي السوري منذ أيام، فهل أيضا برأيك هذه كانت رسالة؟ نعم، كان اتهام، هناك اتهام روسي للأمريكيين بأنهم هم وراء إسقاط الطائرة الروسية في أيام الماضية الأخيرة. هناك رسائل كثيرة في مختلف الاتجاهات، هناك رسائل إيرانية لإسرائيل بأن إيران لن تقبل من الآن فصاعدا بأن تضع لها إسرائيل خطوط حمراء في سوريا، هناك رسالة من الجيش السوري ومن نظام الأسد إلى إسرائيل بأن النظام بات قادرا وقويا وأنه يملك القدرة على الدفاع عن نفسه، هناك رسالة روسية إلى إسرائيل بأن روسيا أيضا لن تسمح لإسرائيل بهامش واسع من المناورة، وأنها أيضا رسالة إلى الولايات المتحدة، والأهم من ذلك أننا نحن أمام مرحلة جديدة من هذا الصراع الدائر بين قوى إقليمية وقوى عظمى على تقاسم النفوذ وعلى الحدود الإسرائيلية السورية. أمام كل هذه الرسائل أستاذة رندا، هناك أيضا من يقول بأنه لا أحد يريد الحرب. اليوم مثلا صحيفة هارتس هكذا تحدثت في صفحتها الأولى وتقول بأنه إسرائيل اليوم أيضا لديها تخوف من الصواريخ الدقيقة التي قد تصل أو تطال المدنيين داخل إسرائيل. الجميع اليوم منغمس في الحرب السورية. حزب الله لا يريد أيضا اليوم استنزاف كل جبهاته. برأيك يعني تقف الأمور عند الرسائل ولن ننزل إلى حرب؟ بعد الساعات القليل التوتر الكبير اليوم، الكل يحاول استخلاص الدروس فيما يتعلق بإسرائيل. بالطبع المصلحة الإسرائيلية هي تفادي التصعيد وتفادي الدخول في مواجهة جبهوية عريضة، لأنه أي حرب اليوم إذا تدهورت الأوضاع سوف تمتد من حدود الجولان وحتى حدود لبنان، وهذا بالطبع ما لا تريده إسرائيل اليوم. لكن بالطبع أنه ما جرى بالأمس مؤشر مقلق جدا لإمكانية تدهور غير قابل للسيطرة عليه من أي طرف من الأطراف، بحيث يؤدي إلى اندلاع مواجهات. ولكن كما قلت، لا من مصلحة إيران في الوقت الحاضر اندلاع حرب، لأنها بصدد تعزيز وترسيخ وجودها في سوريا وقطف الإنجازات التي حققتها العسكرية. كذلك حزب الله ليس من صالحه أن يدخل أن يفتح جبهة لبنان، لأنه بصدد توطيد مكانته الداخلية ونحن أمام انتخابات في لبنان، وبالتالي أي عملية عسكرية في الجنوب من شأنها أن تقلب الأوضاع. وليس من مصلحة أيضا الروس ولا نظام الأسد الحرب شاملة. نعم طبعا كما ذكرت، يعني أي قرار حرب ستتخذه إسرائيل سيكون بضوء أخضر أمريكي روسي أو بغطاء على الأقل. لا أمريكا اليوم تريد هذه الحرب في المنطقة، ولا روسيا أيضا المنشغلة اليوم بتحضير انتخاباتها المقبلة والتي تريد ترسيخ إنجازاتها اليوم في سوريا أن يعني تشتعل حرب في المنطقة. لاحظي فيما يتعلق بالموقف الروسي، يبدو أنه الإسرائيليين عندهم خيبة أمل من ردة الفعل الروسية على ما حدث، ورأوا أنه الحكم أنه رأيهم أنه الروس وقفوا إلى جانب حلفائهم الاستراتيجيين اللي هن الإيرانيين، على الرغم من وجود تعاون وثيق. فيما يتعلق بالولايات المتحدة، ما ننسى أن الولايات المتحدة ليست موجودة في المنطقة، وهناك تخوف إسرائيلي أن هذا الانسحاب الأمريكي سيؤثر أيضا على أي خطوة إسرائيلية أو أي قرار بالحرب. بس بالطبع المنطقة كلها اليوم ليست يعني ليست لا تستطيع أن تدخل في الدول أو الأطراف المعنية، ليس من مصلحتها اليوم نشوب حرب شاملة. على كل حال يعني أيضا قرار الحرب الشاملة ما زال قرار لم يتخذ ربما بشكل تام داخل إسرائيل، لكن لا نستطيع ألا نربط اليوم التوتر على الساحة السورية بالتصعيد الأخير الذي كان يحصل منذ أيام على الجبهة اللبنانية، أيضا إن كان من حديث على البلوكات البحرية أو عن صواريخ الدقيقة التي تتهم إسرائيل حزب الله اليوم بإنتاجها داخل لبنان. هل برأيك إسرائيل إن كان فعلا ستقوم بحرب ستشمل الجبهتين مع بعضهما؟ في الواقع هن الإسرائيليين بيتعاملوا مع هالجبهتين بوصفهم جبهة واحدة، يعني بمعنى ما أنه جبهة الحدود مع لبنان إذا اشتعلت برأيهم أن الحدود مع جولان ستشتعل، وحتى الحدود مع غزة، يعني هم يدرسون احتمالات نشوب حرب على ثلاثة جبهات في آن معا. ولكن حتى الآن كما يبدو من خلال السلوك الإسرائيلي تجنب أي اعتداء على حزب الله أو أي شن هجوم على قواعد حزب الله في لبنان لها دلالة أن إسرائيل لا تريد الآن دخول في مواجهة عسكرية مع حزب الله. هي ما تريده إسرائيل فعلا أو المخطط الإسرائيلي الحالي هو إرسال رسائل إلى إيران بأنها لن تقبل بوجود عسكري لها بالقرب من حدودها.
انتبهي. لكن اليوم كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا التطور؟ إسقاط مقاتلة F-16 أمر ليس بسهل أبدا على إسرائيل. برأيك طب ردة الفعل اليوم مع كل هذه الرسائل من الطرف الآخر عن تغير قواعد الاشتباك وعن الخطوط الحمر التي تجاوزتها إسرائيل، لكن اليوم بعد إسقاط الطائرة كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه القواعد الجديدة؟ بالطبع إسقاط الطائرة هو بمثابة هزيمة، هو بمثابة ضربة لحقت يعني بمعنويات الإسرائيلية، أنه الذي يتباهون بهذا التفوق العسكري الجوي، فإذا بهذا التفوق السلاح الجوي الإسرائيلي لا مخروق يعني مقابل لأنه ضعيف ويمكن إسقاطه، هذه ضربة مهمة للمعنويات. ولكن من الآن فصاعدا طبعا الإسرائيليين هلأ دغري بدنا نعمل لجان تحقيق، يمكن كان في خطأ تكتيكي، ما عم يقبلوا بالهزيمة. الواقع الآن أنه في يد الجيش السوري ترسانة صواريخ مضادة للطائرات الإسرائيلية فعالة جدا، وهذا هو الدرس الحقيقي العسكري الذي الآن الإسرائيليون بصدد دراسته. هناك واقع جديد، هناك ترسانة صاروخية مختلفة، هناك تواجد عسكري مختلف في الأراضي السورية وعلى الجبهة اللبنانية، كل ذلك بالطبع يغير كل الصورة أو المشهد الذي كان موجوداً عند اندلاع الحرب السورية. وأيضا كما قلنا قبل قليل يعني أي من الأطراف الكبرى لا تريد الحرب، الولايات المتحدة أيضا بشكل خاص التي ترسل اليوم وزير خارجيتها إلى أكثر من دولة عربية، هل يعني نسأل سؤال، هل يأتي اليوم للتحذير أم يأتي اليوم للطمأنة بأنه لا تصعيد في المنطقة؟ بكل أحوال ديفيد ساترفيلد الذي كان في زيارة إلى لبنان على ما يبدو هو ساهم كثيرا في مساعد وزير خارجية في حل النزاع على البلوك 9 والتوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان حول هذا الخلاف، وحتى في شأن السياج الجدار الإسمنتي الذي تبنيه إسرائيل. الأرجح أن وزير الخارجية سوف يقوم بهذا الدور للتهدئة وفي محاولة لنزع فتيل الاشتعال. يعني الولايات المتحدة تقول بأن إسرائيل لا تنوي التصعيد، وإسرائيل أيضا بالأمس أعادت التأكيد بأنها لا تنوي التصعيد، ولكن هذا كلاما فقط، يعني في الوقائع أو في الأفعال هناك إشارة إلى غير ذلك حتى الآن. بالطبع الآن إسرائيل أمام تحدي كبير، هل ستعيد أو ستكرر هجماتها الجوية مرة أخرى داخل الأراضي السورية؟ ما حدث في الأمس نوع من تغير حقيقي في قدرة إسرائيل على المناورة. فالاختبار الكبير هو هل ستقدر إسرائيل على شن هجمات جديدة داخل الأراضي السورية؟ وماذا سوف يحدث في حال حدث ذلك؟ وما هي ردة الفعل؟ كيف ستكون ردة الفعل؟ أستاذة رندا حيدر الخبيرة في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات القيمة التي أفدتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، ألقاكم في الغد إن شاء الله. أما الآن فعودة إلى الزملاء لمتابعة بقية